أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن مسيرة البناء والتطوير تواصل تقدمها بتكاتف أعضاء فريق البحرين نحو تحقيق الأهداف المنشودة في كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم. وأشار سموه إلى الإسهام المتنامي للقطاع العقاري ضمن الاقتصاد الوطني بفضل ما تتمتع به مملكة البحرين من بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة وجاذبة، والتي نحرص على مواصلة تطويرها بما يتواكب مع مساعي تعزيز مكانة البحرين كمركز استثماري تنافسي رائد في المنطقة. وقال اسمه إن أعضاء فريق البحرين الذين يعملون بإتقان وإبداع وإرادة يبرهنون في كافة الميادين قدرتهم على صنع الإنجازات وبناء النجاحات عبر ما يوالون بذله من جهود مخلصة لتكون البحرين دوما في الطليعة، مشيرا سموه إلى أنه بسواعد أبناء البحرين وطموحاتهم الكبيرة تتواصل مسيرة الريادة والتميز لصنع الحاضر والمستقبل الذي يطمح إليه الجميع. جاء ذلك لدى تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح معرض سيتي سكيب البحرين بمركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث أكد سموه الحرص على مواصلة تبني الخطط والمبادرات والبرامج وفق أحدث التكنولوجيات وترسيخ الإبداع والابتكار للدفع بالقطاع العقاري قدما نحو تعزيز إسهامه وترسيخ تنافسيته واستدامته، مشيرا سموه إلى دور المعرض البارز في المنطقة كأحد أبرز المنصات العقارية المتكاملة والتي تستعرض الفرص الاستثمارية النوعية في مملكة البحرين وتسهم في استكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع، بما يصب في جهود تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة. ولفت سموه إلى أن استضافة كبرى المعارض والمؤتمرات على أرض المملكة يبرز ما تحظى به البحرين من بنى تحتية ومقومات تنافسية وكفاءات وطنية ذات خبرات عالية، بما يدعم جهود تعزيز مكانتها على خارطة صناعة المعارض والفعاليات الدولية. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة القائمين على معرض سيتي سكيب البحرين العقاري، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح. من جانبه أكد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري أن معرض ومؤتمر سيتي سكيب البحرين 2024 يدعم مساعي ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة استثمارية رائدة ومركز جاذب للفعاليات العقارية الكبرى، تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، معربا عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضله برعاية وافتتاح النسخة الثالثة من المعرض، مشيرا إلى ما يشهده المعرض من نجاح مستمر والذي يعكس حرص مملكة البحرين على تعزيز بيئة محفزة للاستثمار وداعمة للنمو الاقتصادي. وأضاف سعادته أن المعرض يعد أحد أبرز المنصات العقارية التي تجمع بين المستثمرين والمطورين والخبراء في القطاع العقاري، مشيرا إلى دوره في إبراز المقومات والفرص الاستثمارية والمشاريع العقارية النوعية في مملكة البحرين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتصلة بالقطاع العقاري، بما يسهم في استقطاب المزيد من المشاريع الكبرى التي تسهم في دعم استدامة وتطوير القطاع. الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من معرض سيتي سكيب تشهد مشاركة أكثر من 40 عارضا لأكبر المشاريع العقارية في مملكة البحرين، حيث سيستمر لخمسة أيام متواصلة ويعد منصة هامة للمستثمرين والمتخصصين في القطاع العقاري. كما يتزامن المعرض مع انعقاد مؤتمر عقاري لمناقشة المواضيع المختلفة المتصلة بالقطاع العقاري مثل التصميم المعماري والبنية التحتية وسبل تحقيق الاستدامة في القطاع العقاري، إلى جانب مواضيع أخرى ذات صلة.